يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اتخذ إلهه هواه هل يعتبر كافرا أم أن في المسألة تفصيل؟ هذا يختلف. إذا جعل هواه دائما حاكما على القرآن وعلى السنة ولا يقبل إلا ما يوافق هواه، هذا كفر بالله عز وجل. أما إذا كان مسلم ولكن عنده شيء من الهوى، هذا عاصي، فيه معصية لكنه ليس بكافر. نعم.